بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية لشرح برنامج الباور بوينت. لتكرار الشرائح نختار أو نحدد الشريحة المراد تكرارها ونضغط كليك أيمن، نختار شريحة مكررة أو من لوحة المفاتيح، نضغط على كنترول دي، تكررت عندنا الشريحة. لحذف هاي الشريحة نختار حذف شريحة أو من لوحة المفاتيح ديليت، نحذف شريحة رقم 3، حذف الشريحة. من إدراج تعلمنا كيفية إدراج صورة من ملف وقصاصة فنية، راح نتعلم كيفية إدراج لقطة شاشة. نضغط على إدراج لقطة الشاشة، أحدد الصورة، أختارها كلقطة. شوف هنا لاحظ اختارينا صورة من سطح المكتب، عرفنا طريقة التكبير وتصغير الصورة. كيفية نقل هاي الصورة للمكان اللي انت ترغب تنقل به الصورة. لإضافة الصوت إلى شريحة رقم 1 من انتقالات، نختار الصوت وليكن أجراس، فنحدده معاينة، ثبتنا الصوت بالشريحة رقم 1 من إدراج. أيضا أقدر أنزل صوت قد يكون من ملف أو صوت من كليب آرت أو تسجيل صوت. نختار شريحة رقم 3 ونختار صوت يكون صوت من ملف أما أنقر عليه نقرتين أو أقل إدراج. ثبت هاي هنا عندنا الصوت. نحدد المدة اللي يريد على الشريحة. نعطيها توقف. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم.